السلام عليكم. سجلت ولاية شلف اليوم 9 حالات غش في البكالوريا، 2 متمدرسين و7 أحرار، حيث تم حرمان التلميذين النظاميين من اجتياز البكالوريا لخمس سنوات وحرمان التلاميذ الأحرار من اجتياز البكالوريا لعشر سنوات. كما ضبط تلميذ آخر بولاية تيزي وزو وهو مترشح حر يضع جهاز بلوتوث باستعمال هاتف ذكي، حيث حرم من البكالوريا لمدة 10 سنوات. هذا وأحبطت مادة الرياضيات في اليوم الثاني من الامتحان معنويات المترشحين العلميين باستثناء شعبة تسيير واقتصاد، إذ سجلت جل المراكز الإجراء إغماءات بالجملة وسط الممتحنين، فيما تم إسعاف البعض الآخر منهم إلى عيادات المركز نظرا لطبيعة المواضيع التي وردت صعبة جدا وطويلة، ولم يراعي معد الأسئلة فيها ظروف التمدرس الاستثنائية على حد تعبيرهم.